اسمي ابو بكر عادل. اسمي محمد علي. اسمي مرنا مخلص من المنصوره. 6 اكتوبر. انا عبد الرزاق من نجا حمادي. داول كلاس ليف كونفرزيشن انجلش ليفل 7 جنرال. وانا حاليا في ليفل 4 ليفل 3 في الدويتش. يعني انا داخله حبه هنا المكان قوي. يمكن اكتر حاجه لفتت نظري في التشاوت الشعار بتاعهم مش تعليمه بس. دخلت دلوقتي اول كلاس فري تشاوت واخرج اقول لكم ايه اللي حصل النهارده. اول كلاس ليا هدخل اشوف واخرج اقول لكم الفيدباك. هدخل دلوقتي اشوف وبعدين هاجي لكم. هخش كده الكلاس اول سيشن ان شاء الله وهقول لكم يعني رايي ايه لما اخرج ان شاء الله. هدخل ولما اخرج هقول لكم يعني مش تعليم بس. لسه مخلصه الكلاس. كان حلو قوي الموضوع لذيذ قوي الليفل شكله حلو. انا اتكلم بصراحه معاكم في البدايه لما جيت لتشاوت ما كنتش فاهم ولا كلمه لان المدرسين كلهم اجانب. انا بنت مدرسين اجانب. المدرسين دي انا ما فهمتش منها من اول مره. المدرسين كلهم اجانب وبيتكلموا معانا انجلش ما فيش عربي خالص. ده اللي بيميز لتشاوت عن اي حد ان هم نيتف سبيكرز. عندنا مدرسه اسمها هالي زي الفل في زيها. اي حاجه بتفهمها لنا هالي. خدنا شويه جرامر وبعدين خدنا شويه كلمات. مفيش عربي خالص كله دويتش عشان انا باخد الدويتش. شغلنا فيلم واتفرجنا على الفيلم ولعبنا جيمز قرينا واتكلمنا وعملنا زي لعبه صغيره كده وحلينا شويه اكسرسايزز وبعدين خدنا الهوم ورك وبس. كان فان جدا وقعدنا نتكلم عملنا كونفرسيشن مع اصحابنا. هنتعلم نتكلم مع بعض مع كل الناس. حاسه في الاول بصعوبه بس بعد كده فهمت مره على مره. المركز هنا بيعتمد ان مفيش حاجه اسمها مستحيل. مع الوقت الموضوع فرق معايا جدا. انا جاي اخد كورس مش عشان مش حد مصري يديني. ريتش اوت اجمل حاجه فيه ان هو فيه كل اللغات فعلا. بس حاليا انا حاسس ان في تقدم. انا رحت مراكز كتير لكن لقيت هنا رعايه كامله للغه. ان شاء الله انا مكمله وهاجي برضه المنصوره مخصوص. كان حلو جدا وانا استفدت قوي وان شاء الله اكمل وريتش اوت يوصلني لمستوى احسن.